يعني مش بس استقل على الشنطة، العكس يعني لا كنا نواجه حالات تاعبة، حالات خطرة ما نقدرش نعمل لها أي شيء، حتى عندها نقص أكسجين. الحين يعني لهم ألف شكر بصراحة، يعني إنهم دعمونا بهذه الأشياء، حسن مستوانا، مستوى دخلنا، الحمد لله رب العالمين. فالقرية حقها هي طبيبة مش يقابل، فمن بعدها مدعو عليها في كل شيء.